في شأن آخر، دعا مواطنون من كركوك إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، والذي أجريت له القراءة الأولى أثناء الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدين أن إقرار القانون سيعيد للمحافظة كافة الصلاحيات التي تتمتع بها باقي المحافظات العراقية. من جانبها، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني أن هناك مساعٍ لإقرار قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك خلال الدورة البرلمانية الحالية. دعا مواطنون من كركوك مجلس النواب العراقي إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، كونها تأخرت كثيرا والمحافظة بحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة أسوة بالمحافظات الأخرى. نطالب من مجلس النواب بتفعيل قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، لأن الكركوك محافظة الوحيدة لم تجري فيها الانتخابات ولا ندري ما السبب. دولة أنجمني بغاء كينبوي هل بجاردن بكري لشاري كركوك. ندعو مجلس النواب للإسراء في إقرار قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، كون أبناء المحافظة بأمس الحاجة له، ويتواصل الإعمار والبناء في محافظتنا كون كركوك لم تشهد انتخابات منذ فترة طويلة. النائبة آلا طالباني من جانبها أكدت أن السعي متواصل لإقرار مشروع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وسيتم طرح الموضوع في مجلس النواب حال اكتمال التصويت على اللجان المنبثقة في مجلس النواب. مهم إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك. هذا القانون عملنا على صياغته في الدورة التشريعية السابقة أو في مجلس النواب السابق. المهم أنه إعادة النظر في هذا القانون مهم، لكن يجب أن لا ننسى أنه ظروف الأمنية في كركوك يجب أن يكون مساعدا لإجراء انتخابات في كركوك. نحن مع أن نجري انتخابات، أهالي المدينة يستحقون أن يروا مجلس محافظة جديد قريبا. القانون تم قراءته قراءة أولى، لكن ننتظر نحن لجان البرلمان، لأن من دون وجود لجان خاصة القانونية والأقاليم محافظات لا نستطيع أن نمضي بهذا الشكل في هذا القانون. على كل حال، مكونات كركوك علينا أن نجلس، أن نتفاهم فيما بيننا، ننظر إلى القانون ونتفق فيما بيننا على المضي بهذا الشكل في القانون وتشريعه بالصياغات الدستورية المعتمدة في مجلس النواب العراقي. الإسراع في إقرار قانون مجلس محافظة كركوك ستعيد للمحافظة كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تتمتع بها باقي المحافظات العراقية، بما يخدم مسيرة البناء والإعمار والخدمات في المحافظة. يشار خالد، فضائية كركوك.